مساء الخير أعزائي الطلبة، وأهلا وسهلا فيكم ومرحبا في أكاديمية البيضاوي الدولية. لقائنا إن شاء الله معكم راح يكون دائما متجدد في سلسلة تعليمية شيقة لعشاق تعلم اللغة الألمانية، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء. الأشياء اللي كنت حابب نركز عليها، ألمانيا هي البلاد اللي يطمح إلها الكثير من طلبتنا للدراسة في الخارج، وشو السبب؟ طبعاً أكيد ألمانيا إحنا كلنا بنعرف إنها واحد من أكبر المصدرين للسلع والتكنولوجيا في العالم. ألمانيا هي الدولة اليوم اللي تواقة إنها تشوف اليوم الخبرات في الشرق الأوسط ومن بلاد أخرى إنها تكون موجودة اليوم في ألمانيا بسبب نقص العمالة والخبرات. وأكيد كمان إحنا بنعرف إن المجتمع الألماني مجتمع غرفتي، يعني يطمح للقوى العاملة والشباب. هذا اللي بيحفزنا دائما إن إحنا نتعلم لغة ألمانية، بالإضافة لكونها كمان هي لغة فينا نحكي، أصبحت الآن بلش تعلمها في العالم العربي يصير popular شائع، ولكن لسه إحنا بحاجة لجهد كبير حتى نوصل لوضعية ايديا اللي تمكن الطالب انه يتكلم ويتكلم بطلاقه. ولهذا السبب احنا لربما اليوم نكون موجودين عندكم في هذا اللقاء، فاهلا وسهلا ومرحبا بكم. طبعا معاكم الدكتور رياض الشريف، المدير الاكاديمي لاكاديميه البيضاوي الدوليه، وأنا حاصل على شهادة الدكتوراه من ألمانيا الاتحادية شتوتغارت هوهنهايم في العام 2015، وطبعا وجودي في ألمانيا يعني كان حوالي عشت في ألمانيا حوالي 17 عام، بالإضافة لأني مولود في ألمانيا في بون، وكان لي كمان يعني إمكانية إني أستفيد من الخبرات الألمانية، بكالوريوس ماستر دكتوراه، فعندي يعني 12 سنة سكولينج في ألمانيا. الأشياء المهمة لما أنا بروح على ألمانيا بدي أدرس بدي أتعلم، طبعا الناس دايما بتخاف من موضوع اللغة، بتحكي اللغة صعبة، اللغة مش معروفة، اللغة مش popular لإلنا. اللغة حقيقة هي الشيء اللي بمكنك إنك تدخل ألمانيا بشكل مرتاح، هي أهم شيء إني أنا أطلع عندي كم جيد من الحديث، من إمكانية التحدث مع الناس. هذا الكم الجيد من التحدث مع الناس إحنا دائما بنتقنه لما نكون عندنا الإرادة الحقيقية إنه ندرس لغة ألمانية. لهذا السبب قبل البدء حبيت اليوم أعطيكم بعض النصائح كيف إحنا نتعلم لغة ألمانية، يعني ونكون يعني كتير انترستد في الموضوع ونتعلمها قبل ما انه يكون هدف إلنا علشان ندرس، يكون هو هذا التعلم اللغة بحد ذاته هواية لإلي، يمكنني من الأوشبراخة، من مخارج الكلمات والحديث بشكل جيد منيح. باجي أنا النصيحة الأولى صدقاً اللي حابب أعطيك إياها، تأكد دائماً إنك أنت لما بتدرس ألماني حتى وإنت مبتدئ، راح نشوف اليوم أمثلة، حتى وإنت مبتدئ تأكد إنك أنت عندك قدرة على إنك تطرح سؤال بشكل كامل وجواب بشكل كامل. بس أنا مبتدئ، أنا كيف مطلوب مني أفعل الشيء هذا؟ بيجي واحد بيحكي لك ما انت ما بتعرف، ما بتميز الاسم من الفعل، بحط لك العقبة الأولى في طريقك. اللغة الألمانية فيها مجموعة قواعديات ستاندرد بنقدر نقول عنها، انت مع الزمان كمان مع مضيك في برنامج اللغة في اللانجوج بروجرام راح تكتشفها وراح تكون فاميليار لك اكيد بمساعدة الأستاذ. اما انه انا ما عندي إمكانية احكي جملة سنتنس طويل، السبب انه انا بكون عندي مش فاهمها كل هالجملة، انت بتردد الجملة بالكامل وبتردد جوابها، وبعدين انت بوجود الكورس وبالديفلوبمنت اللي راح يصير عندك اصلا في الديفلوبمنت نفسه في الكورس في البروجرام راح تكتشف هذه الأشياء وبسهولة. فلا
تيجي تسأل، هي أول عقبة أنت ممكن تحطها أمامك تسأل حالك، هو أنا لازم أول إشي أدرس مفردات كلمة لحالها ولا جملة ولا قواعد؟ الجواب كلمة وجملة وقواعد مع بعض، وهدول عين يمشوا دائما معك باراليل. فلا تضع العقبات من البداية، بالعكس اللغة الألمانية لغة جميلة وسهلة، وبتنم كمان عن يعني بتولد عندك هواية مع المستقبل، لأنه أنت كمان لما بدك تحط على السي في عندك، أنت سي في بدك تحط عليه، يعني لندع أمر السفر إلى الخارج جانبا، لما بدك تحط على السي في أنه أنا بتكلم لغة ألمانية، هذا حدث كبير جدا في حياتك، بتحدث لغة ألمانية وأنا بروفي بحكي اللغة الألمانية وبروفيشنال في تحدث اللغة الألمانية، هذا شيء مهم جدا، حطه دائما نصب أعينك. الشغلة الثانية، هل تعلم أن اللغة الألمانية هي المتشبراخة، اللغة الأم في أوروبا؟ يقال إنها الفرنسية، راح أصلح لك المعلومة، اللغة الفرنسية هم الفرنسيين هم عاملين بوست كولونياليزم لأفريقيا زي ما إحنا كلنا بنعرف، فانتشارها في الغرب الأفريقي في الوسط الأفريقي عالي، هذا الشيء إحنا بنعرفه، ولكن اللغة الأم الحقيقية في أوروبا هي الألمانية، وبضم المنسميه إحنا الدويتش براخيجن غاوم، هذا بضم عدة دول محيطة في ألمانيا، ألمانيا تقع في قلب أوروبا. وإذا ذهبنا للبلدان التالية، خلينا نبدأ من البلدان قربا بتحدث اللغة الألمانية، ألمانيا، النمسا، سويسرا، طيب بديش أحكي هولندا لأنهم بيحكوا فريزيش كلغة تانية، وإن كانت الألمانية البروفيشنال لانجويج بس بدناش نضيفها، لوكسمبورغ واحدة من ثلاث لغات، ثلاث قوميات، بلجين، بلجيكيا نفس الشيء. طيب الدنمارك، هل تعلم أنه بإمكانك الحصول على وظيفة في الدنمارك إذا كنت بتتقن اللغة الألمانية ولا يشترط إتقانك اللغة الدنماركية؟ هذا شيء مهم جدا. طيب ممتاز، إيش كمان عندنا؟ دول الجوار تحديدا لما أكون طالع إلها مؤتمر، مؤتمر زي بدنا نبعد شوي، بدنا نروح على تشيك، بولندا، بطلبوا لغة ألمانية. لما بدي أروح على نورفيجن النرويج، بطلبوا لغة ألمانية. اللغة الألمانية على الرغم من إنها مش شائعة على مستوى العالم ككل، بس معروفة بأكثر من 12 دولة في الاتحاد الأوروبي، وهي أساس لمعاملات تجارية لاستدي ومشاركة بمؤتمرات، عسيرة المشاركة بمؤتمرات. بدنا ننتبه لشغلة مهمة في أحداث الكوفيد 19 اللي كلنا يعني عانينا من جراءها، اللي كرس وقته في دراسة اللغة الألمانية أونلاين، اكتسب أشياء أخرى غير اللغة الألمانية، وهي عبارة عن نقدر نحكي إنها هي كمان يعني نورم في ألمانيا، إنك أنت تشارك بمؤتمرات أونلاين، فهي علمتك أصلاً، أكسبتك خبرة الدخول والمشاركة أونلاين، لأنه أنت لما تكون في الجامعة بتشتغل ضمن تيم علمي مستقبلاً، راح يطلب منك البروفيسور إنك تشارك بالمؤتمر وتكون أنت ضيف على المؤتمر أونلاين على الشاشة. فبتكون انت على سبيل المثال قاعد في شتوتغارت بالهورسال رقم 20 21، جيد، وبيجيك البروفيسور بث حي مباشر من فيينا، بدك تحط السبيكرز وتستمع وصوتك ينقل عبر الشاشه. فهي اصلا بحد ذاتها التعلم اونلاين اللي بعضكم عاشوا، هي بحد ذاتها خبره حقيقيه لإلك للمستقبل في المانيا، فهذا الشيء مهم جدا. لما تدرس اللغة الألمانية تأكد دائما إنك كولتورال أورينتيرت، يعني كالشرالي أورينتيد. كيف يعني كالشرالي أورينتيد؟ أشياء كتير منشوفها إحنا في ألمانيا في الشوارع من احتفالات فعاليات أكتوبر فيست، لازم نكون عارفين عنها أشياء كتيرة. غني باللغة الألمانية، استخدم الأناشيد، وهذا شيء مهم جدا لما نكون إحنا في الكامبوس، إن نستطيع إن يعني ثقافياً كمان عنا إمكانية إن نتحرك، مش نسحب خطوة للخلف لأنه أنا ما عنديش إمكانية للإنتجريشن. ديروا بالكم بالإنتجريشن مفتاح أساسي لتحقيق النجاح في ألمانيا الاتحادية والحصول على وظيفة، ماستر بروغرام، بروفيسورك بده يقبلك على إنك دكتوراند، بده يكون عندك إمكانية يعني دكتور ستودنت، بده يكون في عندك الإمكانية
على يعني المشاركة وضخ الطاقات مع الشباب الموجود حواليك، جيد؟ فهاي أشياء أساسية. عشان هيك إحنا كمان أصلاً يعني حرصنا من البداية إنه يكون في عندك نوع من الأورينتيرونج أو الأورينتيشن لما تكون ضمن مؤسسة تعليمية معينة. دائما احرص انك انت تتابع، طبعا مش لما تكون مبتدئ A11، مبتدئ A11 عنا خطوة بخطوة. اطلعت انا من A1 الان، وصلت ل A21، منيح صار عندي امكانية اني اتكلم لغة المانية، خلينا نحكي بالشارع، اصبحت بالحد الادنى. الان ببلش اشتغل على نفسي للخطوة الثانية، للبلوك الثاني، بدي انقلك للبلوك الثاني، بدك تطلع على بعض الأشياء اللي بتساعدك إنك تتعلم لغة ألمانية. بدي أبلش أقرأ جرايد. طيب منيح، صحافة عالمية؟ آه، جرايد صحافة عالمية. مثلا أنا بيكون في عندي، لو أخذنا دويتش بيرفكت، هذا العدد ممتاز جدا. هذا مستوى مثلا A21 A22، هذا كتير بيساعدني إني أكون فاميليار بأوجه ثقافية كتير في ألمانيا من خلال هذه المجلة بالمناسبة، وفيها مواضيع كتير أكتوال. هذا إشي حلو، هذا إشي جميل. بعدين بطلع شوي خطوة لما أجي على دي فيلت، هي جريدة يومية طبعا تصدر في ألمانيا. دي تسايت نفس الشيء، زود دويتش تسايتون، يعني هذه مستوى B1 B1 2. دائما احرص انه ليفل اللغة اللي انت بتمشي فيه متماشي كمان مع قدر من الكلشر، تكون انت دائما كلشرلي اورينتد وانت بتدرس هذه اللغه. هذا شيء مهم جدا، شيء مهم جدا بنأكد ومنركز دائما عليه، جيد؟ لانه انا للامام شويه، لما انت تاخذ كورس لغه متكامل شامل، بدك يكون في عندك امكانيه انك تطلع تعمل سيمينار. كل هذه الاشياء اللي انا بحكيها، النقطة اللي بدي أركز عليها، لما تبلش، حتى لما تبلش مبتدئ، حاول قدر الإمكان استكشف في المكان اللي أنت بتدرس فيه إنه الـ 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 الأستاذ اللغة ما بيحكي معك عربي كتير، عم بعطيك بنقلك لجو ألماني. حتى لما تكون مبتدئ، لما تدخل المعهد، لما تدخل المؤسسة التعليمية، بدك تشعر إنك أنت دخلت جو تاني مختلف تماماً عن محيطك اللي أنت تعودت عليه، مع كلاس ميتس عندهم قدرة كمان إنهم يتكلموا اللغة الألمانية أثناء الفترات الاستراحة، الاجتماع مع الأستاذ هيك على هامش المحاضرة، أشياء زي هيك. هذه مهمة جدا، بالإضافة لمشاركتك كمان بفعاليات ثقافية، بتساعدك كمان إنك تكون منطلق متوجه هذه الوجهة. هذا مهم جدا. يا طيب، جيد. اللغة الألمانية لغة سهلة، لغة سهلة إذا إحنا استطعنا نمشي بالاستراتيجيات اللي حكينا فيها بالشكل الصحيح. على العموم أنا كنت حابب الآن نبدأ معاكم إشي للمبتدئين، عشان نشوف كيف ممكن نتعلم اللغة الألمانية، وهل فعلا يعني كيف أنا ممكن أتشجع حتى من الجلسة الأولى إني أتعلم بدون الصعوبات والمشاكل اللي إحنا كلنا في الشارع عم نسمعها. اللغة الألمانية صعبة، اللغة الألمانية دسمة، فيها والله شغلات المخارج الحروف والأشياء هاي. أبدا، اللغة الألمانية لغة جدا ممتازة، بتقوي كمان إمكاناتك المستقبلية لحتى أخذ قرارات مستقبلية مهمة في حياتك، تتعلق في حياتك في الخارج، في الاتحاد الأوروبي، وكمان في ثقافتك أنت، وبتصقل وبتصنع شخصيتك، جيد. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم. فينا الآن نبدأ بشيء من اللغة الألمانية، نحكي لكسيون نمرة 1، الدرس الأول، جيد؟ اللغة الألمانية زيها زي اللغات اللاتينية، أكيد بيكون الألفابت تاعها مكون من الحروف المعهودة في اللغة الإنجليزية. Good. Okay. منسميها الدويتش.
احنا بنتعلم دويتش 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 اينس اينس دويتش اينس اينس. هذا الكورس المبتدئين، كورس المبتدئين الاول. طبعا انت بتتدرج دويتش اينس اينس دويتش اينس 2 اللي هو A1 2 دويتش 2 اينس دويتش 2 2 اللي هي المرحله الثانيه البلوك الثاني اللي حكينا عنه في الصحافه بتاع الدويتش بيرفكت. بنطلع بعديها شويه بتصير عندنا دويتش بي اينس اينس بي دويتش بي اينس 2. يا جيد، هم اذا هذول الست كورسات الاساسيات اللي لما بطلع منهم باخذ بصير انا عندي سيرتيفيكات معين بمكنني ان انطلق اصير ادفانسد على البي 2 والسي اينس. جيد، اذا احنا كورسنا لليوم هو بيبدا بشيء اسمه دويتش اينس اينس للمبتدئين انفير، also المبتدئين دي دويتشن بوخشتابن الاحرف باللغه الالمانيه، الاحرف باللغه الالمانيه. هي زي ما حكينا مشابهه للالفابت الانجليزي، فببلش ب ا und e umlaut e umlaut b c d e f g h h. طب هادي ايه؟ هادي ايه؟ تتذكر الان هاي اي الاي انجلش اي وزنها اي، يعني لما بحكيها بيكون وزنها الصوتي اي مش اي. اي يوت يوت يو يوت يوت يوت، يعني وزنها ي يو ي حسب مكانها حسب الحرف اللي بيجي خلفها مباشره. يا يو يا كا كا ال ام ان او 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 او. الان بي 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 بزم الشفاه او 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 بي كو اغ 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 بي كو كو يعني كو كو الوزن كو اغ اس اس، والاس بتكون يا اما في بدايه الكلمه زز او س، وفي الها احكام او قواعديات ثانيه بنشوفها الان اليوم في جلستنا لليوم. اس اذا هاي التقاء الاس تي بنسميها شارف اس، انتم بتسموها بالفيزياء بيتا، هي عباره عن الشارف اس، يعني شارف اس لما بكتبها بهذا الشكل اللي بنكتبها شارف اس، يا شارف اس احنا بنسميها بيتا، تعودنا نشوفها دائما بيتا، يا شارف اس شارف اس التقاء الاستين في اللغه الالمانيه. بس بحب اطمنكم يعني وجودها هي في الكلمات مش كتير دارج في اللغه الالمانيه، فعدد الكلمات اللي تكتب على شارف اس مش كبير في اللغه الالمانيه. جيد، تي او 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 مع الان مع ضب الشفاه او 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 او، شوفوا الاو او 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 او، ضبينا اكثر. يا جود جود، فلو بدي احكي مثلا نرجع للاوملاوت او اوملاوت، يا او ازو او او، فلو بدي احكي هل هل ميلا السيد مولر، هل ميلا هل ميلا This is Herr Müller. السيد مولر احنا بنحكي بالعربي. طيب اوكي. Herr Müller. Herr Müller. Und wir sagen نحن نقول wir sagen Herr Müller. 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 Das ist Müller. Müller. Das ist Müller. Herr Müller und Herr Müller. 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 طيب الفروقات مش كثير لسه كبدايه بتكون واضحه لما نكون مبتدئين انفينجر، ولكن مع مع الزمن راح توضح لنا هذا الشيء. بس يعني البدايه ما بياثر عادي، لو كان في اختلافات صوتيه بسيطه يعني ما في داعي ابدا ان احنا نقلق من هذا الموضوع. جيد، بعدين فاو
هذه حرف ال V. فاو في بداية الكلمة عادة بتكون ف، زي ما يشبه اللغة الإنجليزية بنحكي بيفور، بنحكي فور في اللغة الألمانية، فور يعني قبل شيء ما، فور. وإذا كانت في وسط الكلمة الفاو بتكون ذ ذ، زي ريزيرفيرن، تو ريزيرف مثلا بالانجلش، مأخوذة من الاوس انجلش من اللغة الإنجليزية، ريزيرفيرن، wir sagen ريزيرفيرن مثلا. جيد. W اللي هي وزن W، V ما في W، اللغة الألمانية بنحكي V، وشايفين حرف الإكس هذا معلم بلون مختلف. حرف الإكس بشكل عام في اللغة الألمانية وجوده ضعيف قليل، وإن كان هو من البوخشتابن، من الدويتشن بوخشتابن، من الجيرمان ألفابيتس، إلا إنه فينا نحكي إنه لو فتحنا كتاب لغة ألمانية كامل حتى فيرتابوخ نجد إنه في الفيرتابوخ وجود كلمات الإكس قليلة، وعادة بتكون مشتقة من كلمات أصلها في اللغة أجنبي. فشوي الحرف الإكس في اللغة الألمانية مش كتير دارج، مش معروف. إبسلون واي، وهي من الأحرف المهمة في اللغة الألمانية، هو وتسد واي اللي هي إبسلون. إحنا بتصحي بنحكي إبسلون، بس وزن هالكلام بيكون كمان زي اليوت، يا يا يا، زي لما نحكي يخت يخت، يا يا يا. تسد تسد تسد، حرف الزد، الزد بتصير تس، وزنها تس، في جاي ضربة عتي في البداية، تس تسد تسد. في تم تم، إلى شيء ما مثلا، تم بريبوزيسيون في اللغة الألمانية، تم لما نحكي تم تم تم، تسد تس، ما بحكي ز ز ز زم، تسم تسم. يا التقاء الاس مع السي مع الها، لربما هاي الاشياء اللي كتير بوبولار لشخص حتى ما بيحكي الماني، اذا شاف هذه الوصلة الشخص اس ها بقول لك بس هذا اكيد شكله الماني، سي ها، وهدول ش، هدول بيعملوا ش ش. also نحكي ش ش مفخمة شوية ش، وبينما التقاء السي مع الها بيعمل دائما يا إما ش أو خا، هاي حسب قواعدياتها إيش الحرف اللي بيجي وراها. شوية بندخل على هذا الموضوع، إذا سي ها ش على الأغلب، أو ش اس ها. جيد، زو فايت زو جوت. ننتقل الآن كيف ممكن إن إحنا نتحدث أو نبلش هيك نعمل فراغة، سؤال، دي فراغة. I am asking about my name كمثال، بسأل عن اسمي، بسأل عن اسم حضرتك. جيد، بحكي و V، إذا ما في عنا لأنه W، V V is your name، V is V is، هاي الإست هي بمثابة زي ال is in English، يا في is ihr name، ما هو اسم حضرتك، في is ihr name، في is ihr name، ihr name هذا عبارة عن preposition ملكية، ملكيتك لاسمك، ملكية حضرتك لاسمك، ihr name ملكية حضرتك لاسمك، فيصبح سؤال دي فراغة، السؤال في is ihr name، في is ihr name، my name is Riyad، في is ihr name، My name is Fadi. في اس إير نامي، ما هو اسمك؟ بشكل صريح ما هو اسمك باستخدام دي فراغة، وأداة السؤال تاع دي فراغة بيكون في، في اس إير نامي، ما هو اسمك؟ في اس إير نامي، My name is Fadi. دانكشن، thank you. Und في اس إير نامي، وما هو اسمك؟ My name is Riyad. My name is Riyad. Wie ist Ihr Name? Mein Name ist. Die Frage, wie ist Ihr Name? Gut. Wie ist Ihr Name? Wie ist Ihr Name? Mein Name. Mein Name. Wir sagen, mein Name ist Riyad und mein Name ist Hans, mein Name ist Marta, mein Name ist, mein Name ist Fadi. Mein Name ist, my name is. وكأني بحكي mein, mein Artikel ملكية. لا لا، my my name is، my name is Riyad، my name is Hans، my name is،
mein Name ist, wie ist Ihr Name? Mein Name. Mein, المتكلم, my name. My name. My هي زي mine. Mine زي my في الإنجليش. بالتالي بحكي mein Name ist Riyad. Mein Name ist Riyad. Mein Name ist, wie ist Ihr Name? Mein Name ist. Gut. هذا فورم، فورم نمبر 1 بنسميه، الفورم الأول للتكلم للاستفسار عن اسم. في، في أداة سؤال بتحكي كم وكيف، يعني عادة بيكون استخدامها كم أو كيف في اللغة الألمانية. في، في هايسن زي، في هايسن زي، دي فراغة، الآن السؤال الآخر، دي تسفايت فراغة، في هايسن زي، 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 هذا ضمير حضرتك في هايسن كيف يدعى كيف يدعى حضرتك في هايسن زي زي ضمير المخاطب لحضرتك في هايسن زي كيف يدعى حضرتك في هايسن زي في هايسن زي هالزي ضمير مخاطب حضرتك الفعل هايس أخذ اي ان من زي بياخذ دائما اذا الفعل من حضرتك اي ان حاطين تصريف الفعل اي ان لوحده بخط او باللون مختلف عشان يبين انه هذا تصريف فعل بينما هذا بنسميه دائما هون هذا بنسميه شتام للفعل استمتع الفعل الاساس الأساس الفعل مصدر الفعل هايس طبعا الحالة المصدرية دائما بتكون هايسن خلينا نحكي أوكي الآن التقاء الإي مع الإي لاحظنا إنها أخذت آي إيش زاجة أنا أقول إيش زاجة في هاي في هايسن زي والشاف إس هي التقاء الإستين فالفعل هايسن يكتب على هذه البيتا اللي سميناها إحنا الشاف إس يا فبيصير السؤال دي فراغة في هايسن زي Wie heißen Sie? Wie heißen Sie? Die Antwort, the answer. Die Antwort, ich heiße Hans. Ich heiße Hans. Ich heiße Riyad. Wie heißen Sie? Ich heiße Hans. Wie heißen Sie? Ich heiße Riyad. Schön, جميل. Okay. باللغة الألمانية في هناك صيغتين خطابيات. الصيغة الأولى بنسميها formal. أما الصيغة الثانية informal. Formal. بعدم رفع التكلفة يعني فورمل فورمل لشخص أنا بقابله للمرة الأولى وبنادي بحضرتك فحضرتك هي عبارة عن الزي الزي حضرتك في هايسن زي كيف يدعى حضرتك بيجي الآن حضرتك بده يجاوب اللي هو أنا أنا المتكلم بحكي إيش أنا إيش ضمير أنا إيش هايسة أنا أدعى وإيش أخذت أخذت بالتصريف الإيه هذه الإيه إيش هايسة عشان تبين أنا على الشاشة إيش هايسة هانز أزو في هايسن إيش هايسة أنا أدعى إيش هايسة هانز في هايسن زي إيش هايسة هانز دي أنتفوت إيش هايسة هانز جود أوكي الانفورمال هي الصيغة اللي لما أنا بدي أسأل السؤال نفسه في هايسن زي أنا بدي أرفع التكلفة الآن شوي بيني وبينك ما عدت أنا ما بعرف كيش بالمرة شايفك هيك شايفك في الانستيتوت في المؤسسة التعليمية في الشبراخ انستيتوت شايفك بجوز تحت في الشارع في المقهى شوي بدي أحكي لك بدو لأنك أنت كلاس ميت عندي طيب باجي في نفس الكلاس I mean فباجي بحكي في هايس دو كيف يدعى أنت كيف تدعى أنت دو أنت يو definitely يو في هايس دو وبيكون جواب من ضمير متكلم إيش هايس إيش هايس إما دائما إيش هايس إيش هايس رياض إيش هايس هانز إيش هايس فادي في هايسن زي كيف يدعى حضرتك في هايس دو كيف تدعى أنت والجواب في كلتا الحالتين إيش هايسي رياض إيش هايسي فادي إيش هايسي هانز كوت أوكي سو فايت سو كوت ننتقل الآن دي فراغة نوما تسفاي السؤال الثاني دي فراغة فراغة نوما تسفاي السؤال الثاني دي فراغة فو وهي أداة سؤال رقم 2 في كم كيف إذن كيف يدعى هنا كيف
فو أين؟ فو فونن زي. أين يدعى حضرتك؟ فو فونن زي. فو فونن زي. دي أنتفورت. الجواب إيش فونه. إيش فونه إن عمان. إيش فونه. إيش فونه إن عمان. فو فونن زي. إيش فونه إن عمان. فو فونن زي. إيش فونه إن عمان. إيش فونه إن عمان. أنا أسكن في عمان. إيش فونه. إذن هذه فو ولفظتها فو. ما بحكي فو فونن غلط. فو 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 فونن زي. إيش فونه إن عمان. إيش فونه. إيش فونه إن عمان. إن إن هي في ال. It's like English. إن إن preposition إن إن عمان في عمان. ولما بحكيها بالدو كمان ما يقابلها بالدو الشيء نفسه بالمناسبة. Und wir sagen aber wo wohnst du. يبدو إنها الدو هذه أخذت في البداية تي وحدة من هايسن. وجود الدوبل إس بمنعني أخذ إس ثالثة فتصبح في هايست فقط. ولكن لما باجي بحكي إس تي wo wohnst du. Wo wohnst du? Du achdat st. Wo wohnst du? Wo wohnst du? Wohnst. Wohnst. Nalfuz. El n al s al t. Bidun fadawe. Ma bahki wohnst. La. Wohnst. Wo wohnst du? Wo wohnst du? Ich wohne in Berlin. أنا أسكن في برلين. إيه أنا المتكلم. ضمير أنا. I live. إيش فانة إن برلين. إيش فانة إن عمان. إيش فانة إن برلين. سوبا. دي فراغة نومت غاي. السؤال الثالث. دي فراغة السؤال. دي فراغة السؤال. دي فراغة. Woher. أداة سؤال رقم ثلاثة. فراغة. Also. Die Frage, woher kommen Sie? Min ein. Woher min ein? Min ein. Kommen Sie min aina anta? وكأنه بيحكي لي مش where are you from? Where are you coming from? هنا الفعل to come يبرز الآن. فبيحكي woher kommen Sie? كمان مرة Sie أخذت الـ an. من الverb الانفينيتيف kommen. Kommen. Woher. من أين يأتي حضرتك. بسأل عن جنسيتك. woher kommen Sie. Ich komme aus Deutschland. أنا من ألمانيا. Ich komme aus. Aus من. من. Aus من. Ich komme aus. أنا من ألمانيا. Ich komme aus Deutschland. Ich komme aus Jordanien. أنا من الأردن. Ich komme aus Jordanien. Ich komme aus Jordanien. Ich komme aus Jordanien. Ich komme aus Deutschland. Woher kommen Sie? Ich komme aus Deutschland. Und Sie? Ich komme aus Jordanien. Dankeschön. Ich komme aus Jordanien. أنا من الأردن. Ich komme. Ich komme aus Jordanien. Ich komme aus Jordanien. Ich komme aus Deutschland. Woher kommen Sie? ويقابلها. Woher kommst du? Wir brauchen etwas hier Löchen. Also. So ist doch besser. Jetzt wir sagen, ich komme aus. Woher kommst du? Min du esti. Woher kommst du? Woher kommst du? Ich komme aus dem Irak. Ich komme aus dem Irak. Ich komme aus dem. Ich komme aus dem Irak. Ich komme aus dem Libanon. هذه الأوس أخذت هون in between. بين الأوس واللبنان أخذت dem. هي article Libanon. بعض الدول في اللغة الألمانية بيجي لها article. هون أجانا dem. الارتيكل dem. لا لبنان ولا إيراك. بنعمل دائما الارتيكل dem. هذا بيجينا كمان لاحقا في كورس اللغة A1-1. جيد. بس ما بنستعجل عليه الآن. Ich komme aus dem Irak. Ich komme aus dem Libanon. Ich komme aus dem Libanon. Also. خصائص مميزة ومهمة في اللغة الألمانية من خلال دي فراغة 1 السؤال الأول. دي فراغة 2 السؤال الثاني. دي فراغة 3 السؤال الثالث. دي فراغة
1, 2 und 3. الشيء المميز احنا so weit تعلمنا ثلاث جمل تحتوي الثلاث جمل هي ثلاث أسئلة تتضمن الأفعال الثلاثة heißen يدعى wohnen يسكن kommen يأتي من. طيب ولاحظنا إنه الأفعال هذه استخدمت بشكل أساسي في الجملة، يعني ما كانش في is و are. Where are you from؟ ما في في اللغة الألمانية where are you from؟ في الفعل الأساسي الأصيل، يعني بحط أداة السؤال وراها الفعل، يعني اللغة الألمانية أسهل في لدى طرح السؤال أصبح عندي بالألماني أسهل لأنه الفعل ما إلوش توابع، بين قوسين ما إلوش auxiliary. Where are you living؟ ما في are you living؟ في wo wohnen Sie؟ الفعل wohnen فقط هو اللي داخل في السؤال، فهذا شيء بيجعل اللغة الألمانية براكتش، بيجعلها براكتيكال أكثر في الاستخدام. wo wohnen الخاصية رقم اثنين. طيب wie heißen؟ ich heiße. wo wohnen؟ ich wohne. woher kommen؟ ich komme. wie heißen؟ ich heiße. wo wohnen؟ ich wohne. woher kommen؟ ich komme. wie heißen؟ ما كيف تدعى؟ ich heiße، انا ادعى. طب wo wohnen؟ اين تسكن؟ ich wohne. جيد. woher kommen؟ ich komme. يعني من فعل السؤال اجى الجواب كمان بضمير المتكلم ich بالإضافة للفعل خلفه، فبالتالي الآن ببلش أتعرف كيف الجملة هاي أصبحت راكبة. wo wohnen؟ ich wohne. woher kommen؟ ich komme. wie heißen؟ ich heiße. super. اوكي. الآن wir sagen، نحن نقول ich heiße رياض. ich wohne in عمان. ich komme aus Jordanien. Dankeschön. und Sie؟ ich heiße فادي. ich wohne in عمان. ich komme aus Jordanien. بلشنا في ثلاث جمل أخذنا دي أنتفورت الجواب دي أنتفورت 1 دي أنتفورت 2 دي أنتفورت 3 وسيستماتيش الآن رتبنا منها فقرة صغيرة باستخدام الضمير إيش المتكلم أنا إيش wohne إيش heiße إيش komme aus إيش heiße رياض إيش wohne in عمان إيش komme aus Jordanien und Sie إيش heiße مارتا إيش wohne in Berlin إيش komme aus Deutschland إيش wohne in Berlin Ich komme aus Deutschland. Super. Okay. أدوات الأسئلة اللي استخدمناها في ثلاث أسئلة اللي وردت معنا كانت أداة السؤال في كيف كم فو ويسأل عن مكان أين تسكن فو wohnen Sie أين يسكن حضرتك فو woher من أين woher من أين woher kommen Sie Ich komme aus Jordanien woher kommen Sie Ich komme aus Deutschland أنا من ألمانيا Ich komme aus dem Irak Ich komme aus dem Libanon. Super. Okay. الآن أصبح فينا ننطلق لسؤال آخر كمان بيساعدنا شوية نعمل محادثة بس قبل الانتقال للسؤال خلينا نشوف التطبيق نشوف هالسكتش هذا البسيط. أها. Also eine Zeichnung oder Sketch oder Zeichnung so zu sagen, das ist ein Interview. Das ist ein Interview, ja? Zwischen zwei Personen. Zwischen zwei Personen. Hallo. Also die Frau. Die Frau. Der Mann. Wir sagen die Frau. Das ist die Frau. The woman, ja? Die Frau. Der Mann. Das ist der Mann. الرجل. طبعا الآن بلشنا نتعرف على دي. الدي للتعريف. Die Frau. المرأة. Der Mann, الرجل. Der للمذكر دائما. دي تتذكر انها للمؤنث. وافضل وابسط مثال عليها انه يكون دي فراو باعتبارها مؤنثه und der Mann باعتباره مذكر. منيح. سكتس الان بتحكي هالو في هايسن زي هالو في هايسن زي هالو ايش هايس مانويل هالو ايش هايس مانويل. اوكي. Und woher kommen Sie? Ich komme aus Spanien. Ich komme aus Spanien. Ich komme aus Spanien. Ich komme aus Spanien. Okay.
إذا زو فايت الآن تعرفنا على البيرسونال برونومن الضمير الشخصي بيرسونال برونومن الضمير الشخصي إيش المتكلم إيش هايسة إيش فونة إيش كومة الآن دو كمان دو هايست أنت تدعى دو كومست أنت تأتي دو فانست أنت تسكن زي الفورمل اللي بتاخد اي ان في التصريف في هايسن زي فو فانن زي فو هل كومن زي وكان دي انتفوت إيش هايسن رياد إيش فانن إن أمان إيش كومن أوس يوردانيان أوكي سوبر So ist das. Wir sagen, lesen Sie den Text. Also, اقرأ التكست. Lesen Sie, اقرأ. مش احنا حكينا. Wie heißen Sie? Wo wohnen Sie? الآن في صيغة أمر لحضرتك. Lesen Sie, اقرأ حضرتك den Text. اقرأ التكست. اقرأ التكست. وهكذا. باجي بقرأ. Lesen Sie den Text. فلما بسمع. Lesen Sie den Text. ببلش قراءة السكتش اللي أمامي. Zeichnung. Lesen Sie den Text. Hallo, wie heißen Sie? Hallo, ich heiße Manuel. Und woher kommen Sie? Ich komme aus Spanien. Ich komme aus Spanien. Okay, gut. الآن فينا كمان هذا الboy oder der Mann. Sagt der Frau. بيحكي للفراو. بيعرف عن نفسه. Was sagt er? شو بيحكي? Er sagt, هو يقول. Er sagt, هو يقول. Er sagt, هو يقول. Ich heiße Fadi. Ich heiße Fadi. Ich wohne in Amman. Ich komme aus Jordanien. Und sie? Ich heiße Marta. Ich wohne in Amman. Ich komme aus Jordanien. Ich heiße Marta. Ich wohne in Amman, ich komme aus Jordanien. Ich heiße Fadi, ich wohne in Amman, ich komme aus Jordanien. Ich komme aus Jordanien. Weiter so, بدنا ننتقل للفراغة Nummer 4, السؤال الرابع الآن في هاي الجلسة. Die Frage, wir sagen, welche Sprachen, welche Sprachen sprechen Sie? Welche Sprachen sprechen Sie? الفيلش هاي هي أداة السؤال رقم أربعة تعلمنا في وو أين ووهر من أين und فيلش هي أبسط ما تكون بويتش باللغة الإنجليزية which فيلش فيلش which أيل فيلش which فيلش الشبراغة وأهم ما يميز which هاي اللي هي الفيلش بحاجة دائما خلفها لإسم مبين لجنس النوع اسم مبين لجنس النوع فنقول فيلش شبراخن اي اللغات طب فيلش فاربن اي الالوان فيلش بيشا اي الكتب اي وراها نومن وراها اسم دائما من مقتضيات فيلش ويتش انه يكون في وراها اصلا فعل اسم ومن بعد الاسم بيجي كمان فعل فيلش شبراخن شبريشن زي أي اللغات تتكلم؟ Welche Sprachen sprechen Sie? Welche Sprachen sprechen Sie? Welche Sprachen sprechen Sie? Die Antwort: Ich spreche, أنا أتكلم. Aha, إيه. الإيش دائما بتاخد إيه، زي ما تعلمنا. Ich spreche. Ich heiße. Ich wohne. Ich komme. الآن ich spreche, أنا أتكلم. Ich spreche Arabisch. أتكلم عربي العربية. English. Und etwas Deutsch. وشويت ألماني. وشويت ألماني. Und etwas. Etwas معناها شويت. Und etwas Deutsch. بالمناسبة حكيت أنا sprachen. Sprechen. السيها اللي تحدثنا عنها إنها مرة شين ومرة خا. طيب. وجود السيها في sprachen وأهم ما يميز النومن إنه capital letter is a gross schrift منسمي هذا. Capital letter منسمي هذا الحرف gross. Groß Schrift هذا حرف كبير يا Groß Schrift Capital Letter حتى لو كان في الميدل تاع السنتنس في منتصف السنتنس بضل Groß Schrift don't worry
Große Schrift, Capital Letter. Ich sehe halt, dass die Sprachen بحكي A, O, U, أحرف العلة الأساسية A, O, U دائما بيجي السيها خلف أمامها على هيئة خا. فبحكي على سبيل المثال، على سبيل المثال بستخدم ناخ، نخ، آوخ مشتركين بالسيها كلمات، كلمات في اللغة الألمانية. ناخ after something، ناخ after something، ناخ. فبقى بحكي ناخ بالشين هون، ناخ. ولا بحكي نخش، هذه نخ لا يزال، still still so نخ. وبحكي آوخ أيضا، آو بنزل فيها أو، آوخ الآو وراها أو، آوخ بعد آوخ بنزل فيها آوخ. أو زو زاكت مان أوخ في منخفض هنا أو أوخ أيضا أيضا جيد. إذا فيلش شبراخن بالتالي، لأنه الا والأو والأو هاي أحرف العلة اللي بتاخد وراها دائما السيها بتكون وراها خا، بينما الاي أوملاوت اللي هي اي أو أو تأخذ دائما شين، دائما شين. Take it home message، هاي دائما شين. بالإضافة لإيش؟ بالإضافة لكل الأحرف، كل الأحرف بما فيها أي أو أو بكون السيها وراها شين، ليصبح فيلش شبراخن شبريخن، أي اللغات تتكلم زي حضرتك. وبدي إياكم في البيت تتدربوا على السؤال منيح منيح، لأنه مخارج الكلمات للمبتدئين الآن أصبحت مهمة جدا. لو سألنا شخص ما إيش اللي بيميز اللغة الألمانية؟ والله كلها شين خا، هم هدول السيها اللي إحنا بنحكي عنها، سيها آ أو أو خا، وسائر الأحرف بالإضافة ل إي أو أو بكونوا شين. فبالتالي فيلش شبراخن شبريشن زي، أي اللغات تتكلم فيلش شبراخن شبريشن زي، فيلش شبراخن أي اللغات تتكلم شبريشن زي، فيلش شبراخن شبريشن زي، فيلش شبراخن شبريشن زي. إشبريشي أنا أتكلم، إشبريشي ما بحكي إشبراخي، هذا نومن اتركه. إشبريشي أنا أتكلم، ما تحكي لي إشبراخي، das ist falsch bitte، هذا خطأ. بحكي إشبريشي أنا أتكلم، إشبريشي أغابش إنجليش، إشبريشي أغابش إنجليش und و etwas شوية etwas deutsch، إشبريشي أغابش إنجليش und etwas deutsch. بدنا نعيد مع بعض، welche Sprachen sprechen Sie؟ welche Sprachen sprechen Sie؟ إشبريشي أغابش إنجليش und etwas deutsch und etwas deutsch. الآن حتى نشوف دي سكيتسة كمان، أو الزايشنونج اللي أمامنا. Das ist die Frau، das ist der Mann، die Frau und der Mann. Mhm, okay. Und woher kommen Sie؟ noch einmal، من وين أنت؟ woher kommen Sie؟ ich komme aus Spanien. Mhm. Und welche Sprachen sprechen Sie؟ ich spreche Spanisch und Deutsch. أتكلم الإسبانية والألمانية. Ich spreche Spanisch und Deutsch. Ich spreche Spanisch und Deutsch. Ich spreche Spanisch und Deutsch. Wie heißen Sie؟ ich heiße Manuel. Wo wohnen Sie؟ ich wohne in Berlin. Woher kommen Sie؟ ich komme aus Spanien. Welche Sprachen sprechen Sie؟ ich spreche Deutsch und Spanisch. Und ich heiße Riyad. Ich wohne in Amman. Ich komme aus Jordanien. Ich spreche Arabisch, Englisch und etwas Deutsch. أنا أتكلم عربي إنجليزي وشوية ألماني. Ich heiße Riyad. Ich wohne in Amman. Ich komme aus Jordanien. Ich spreche Arabisch, Englisch und etwas Deutsch. Ja, das ist. Also, so sagt man jetzt. Wir sagen, stellen Sie sich vor. Stellen Sie sich vor, bitte. عارف بنفسك، بس كيف؟ stellen حضرتك. stellen ضع حضرتك. stellen
sie sich nafsak. Stellen Sie sich vor, yani arif bi nafsak. Stellen Sie sich vor, bitte, min fadlak. Stellen Sie sich vor, bitte, arif bi nafsak. Bitte, min fadlak. Wa asl al-fi'l sich vorstellen, an u'arifa bi nafsi, sich nafsi. Vorstellen, an adha nafsi fil muqaddima. Stellen yada. U vor bil muqaddima, fil amam. Stellen Sie sich vor. عارف بنفسك بالتالي identify yourself. Stellen Sie sich vor bitte. Ich heiße Riyad. Ich wohne in Amman. Ich komme aus Jordanien. Ich spreche Arabisch, Englisch und etwas Deutsch. إذا ما بدي أحكي etwas بحكي ein bisschen. بنركز عليها في حصص إن شاء الله محاضرات قادمة. Ein bisschen شيئا من شيء قليل زي etwas. Etwas إحنا اليوم اتفقنا على etwas. خلينا نركز على etwas. Ich heiße Fadi. Ich wohne in Amman. Ich komme aus Jordanien. Ich spreche Arabisch, Englisch und etwas Deutsch. Ich spreche Arabisch, Englisch und etwas Deutsch. Stellen Sie sich vor bitte. Ja, ich heiße Riyad. Ich wohne in Amman. Ich komme aus Jordanien. Ich spreche Arabisch, Englisch und etwas Deutsch. Ich spreche Arabisch, Englisch und etwas Deutsch. بدنا نرددها وناخدها في البيت one by one حتى نعمل اليوم اللي عملناه هو تعريف المبدئي بنفسك. Stellen Sie sich vor, bitte. Ich heiße Riyad. Ich wohne in Amman. Ich komme aus Jordanien. Ich spreche Arabisch, Englisch und etwas Deutsch. كان معاكم دكتور رياض الشريف المدير الأكاديمي أكاديمية البيضاوي الدولية. نتمنى لكم أسعد الأوقات على أمل أن نشوفكم في حلقات قادمة إن شاء الله من Deutsch A11. Gut und einen schönen Tag wünsche ich euch noch. Vielen Dank.